دياكي يترك الهلال يتقدم لجيان تتخلص لدياكي يلعبها على الطرف الشمال الآن خطرة تقدم من الطرف الشمال خطيرة فايز محمد فايز يتقدم فايز يتقدم فايز بالطرف الشمال على طول فايز وهو فايز بهذا الهدف فايز الآن يسجل بعدما تقدم النصر في أكثر من هجمة في أكثر من محاولة هنا التمرير على طول من دياكي على طول توصل تتمرر أليكس لمحمد فايز الكرة تعدي هذا أليكس تمرير لمحمد فايز يلعبها والكرة على طول تصطد في المدافع تصطد في المدافع بنيران صديقة بعدما صدت من حارس المرمى في صدر راشد مال الله الله على هذا الشوف هني محمد فايز يتقدم بعرض الملعب حارس المرمى يحاول الكرة من ايد حارس المرمى في جسم راشد مال الله وبالتالي الهدف يحسب لمحمد فايز اذا فايز من طرف الشمال يتقدم محمد فايز في دقيقة 32 على طول حميد يلعب لمحمود أول مرة أشاهد محمود يلعب قلب دفاع بجانب علي العامري على طول تمرير أمامي الآن جت إيدير تتلعب إيدير يشوت يا مش معقول تتمرر في الدور دور يا لطيف الله يا لطيف تخيل المدافعين تكفلوا بالتسجيل بمرماهم سجل راشد مالله بالشوط الاولاني في مرماه ويسجل العنزي بالشوط الثاني في مرماه عجز المهاجمون وتكفل المدافعون والنيران الصديقه تضرب في الصدر نيران الصديقه هي صاحبه الكلمه النيران الصديقه لا تعترف بالرحمه اطلاقا هذا محمود يرسله طويله هني على طول يدير بعد ما ياتي من المدافع يسدد ثم بعد ذلك بريت هولمان وتسديده تصطد شوف لما ياتي من محمد احمد هيا هلك يدير ثم بريت هولمان بعد ذلك اوه شوف شلون شوف مش معقول ردة الفعل ايفانوفيتش اذا واحد واحد النصر يعود الان لصالح فريق المدرعين يسكنها ياخذها عدى تقدم راسيه تلعب في الجول الصم جان يا جان يا عجيب يا غريب يا رهيب على طول براسيه جان تفرح الجماهير الزعيم براسيه جان هنا نعم يعود العين الى المقدمه وجماهير النصر ما هي مصدقة إطلاقا إذا تفرح جماهير زعيم بردة الفعل بالعودة إلى المباراة برأسية جيان بهداف المسابقة حتى الآن صاحب الأربعة الخمسة أهداف هذه الكرة ترجع مرة ثانية الشمسي مسيطر عليها حاول هيا على طول مر عدلها ورأسية جيان والكلمة تذهب ليد من الغالي لجيان للاعب الذي سيكون حاضراً هناك في كأس العالم في البرازيل مع المنتخب الغاني يقول الكلمة هنا في هذه المباراة يسجل الحضور الأقوى في هذا اللقاء غاب نعم طوال تقريباً يعني 87 دقيقة و